السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وين حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة، أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية. متى نجيش النحل؟ وكيف نجيش النحل؟ ما هي الأوقات المناسبة للتجييش؟ كل النحالين يطمحون إلى هذا الموضوع. محاضرة قيمة للأستاذ الفاضل الأستاذ محمد الجراح من الأردن، فكونوا معنا. نأتي إلى موضوع آخر وهو عملية التجييش. معروف بأنه النحل لا يزدهر إلا على وجود الرحيق وحبوب اللقاح، وفي حال انعدام حبوب اللقاح والرحيق يذهب النحال إلى إيجاد بدائل عن هذه المواد الطبيعية، وهي مواد لا غنى للنحل عنها مهما قمنا بتقديم من تغذية، سواء جافة سائلة سكر محول، وبغض النظر لا يستطيع النحل أن يقوم باستبدال هذه المواد التي تقدم به عن المواد الطبيعية، ولكن نحن نقوم بالذهاب إليها، هي شر لا بد عنه، ولكن حتى نستطيع من رفع أعداد النحل، وربما تستخدم هذه التغذية كعلاج للنحل للتخلص من معضلة معينة، يعني في النهاية هي لإفادة النحل وليس لإلحاق الضرر فيه. الآن موضوع التجييش هو مرتبط في مرعى جيد فيه نسبة رحيق وحبوب لقاح. لم يتوفر هذا المرعى، يجب عليك إيجاد هذا المرعى إلى الخلية. ومثال على ذلك يعني تزويد هذه الخلايا في إطارات خبز نحل. إذا لم تتوفر لديك خبز نحل، تزويدها في مادة حبوب اللقاح تطحن وتوضع في الأعين السداسية، ويتم رشها في عسل مخفف حتى يستطيع النحل من التعامل مع هذه الحبيبات التي موجودة في الأعين السداسية. لم يتوفر لديك حبوب لقاح طبيعية، هناك المستورد الصيني، ولكن يجب التأكد بأنها خالية من الأمراض، تكون من مصدر موثوق. لم تتوفر لديك لا هذه ولا هذه، تقدم العجينة البروتينية. هذا بالجانب البروتيني. الجانب الكربوهيدراتي، يعني تستطيع أن تقدم محلول سكري لهذه الخلايا، تغذية متوازنة في الأسبوع لو قمت بتغذيتها 3 مرات 4 مرات حسب قوة هذه الخلية، وقام النحل بسحب هذه التغذية، هنا ستتوسع لديك عشاش الحضر. ولكن هذا يجب أن يسبق دخول الموسم في فترة ما قبل دخول الموسم، الأقلها يعني 40-45 يوم، حتى تستطيع من الاستفادة من هذا النحل الذي سيخرج من الأعين السداسية. الأمر الآخر، إذا كان يتوفر لديك مجموعة من أعداد الخلايا الكبير، يعني مجموعة خلايا كبير، الآن تعمل على دعم بعض الخلايا حتى تدخل فيها الموسم، وتبقى هذه الخلايا الداعمة تحت رعايتك من تغذية، من تقديم إطارات وبدائل، حتى تستطيع الحفاظ عليها من الانهيار، لأنه عندما تأخذ حضنة من هذه الخلايا وتوزعها على خلايا أخرى، هذه سيصبح لديها فاقد عمري، فهي بحاجة إلى رعاية. إذا لم تقم برعايتها بشكل يومي ودوري ستنهار. تقوم بدعم خلايا معينة، يعني لنفترض لديك 50 خلية، تقوم بأخذ من 25 مناصفة، من 25 خلية داعمة و25 خلية مدعومة، هذه تدعم هذه حتى تستطيع من الاستفادة من هذا الموسم. والمواسم يعني بعض المواسم قصيرة جدا، يعني لا تستطيع أن تجيش النحل فيها كما تريد. هذا بخصوص عملية التجييش. الأهم من ذلك أخي الكريم والإخوان جميعا، هو يجب عليك متابعة الفاروة. هذه الخلايا فيها فاروة أم لا؟ هل تم مكافحة الفاروة أم لا؟
لأنها عملية وجود الفاروة هي أمر معضل للنحل، يعني مشكلة يعني يصعب التخلص منها. فكلما كان النحل سليم معافى من الأمراض والأكروسات والآفات، كلما كانت نسبة الاستجابة أعلى. يعني نحل لا يوجد فيه أكروس، لا يوجد فيه أمراض، تضع له تغذية تكشف عليه ثاني يوم ستجد الملكة بأنها توسعت في أعشاش الحضن، وأصبح العش الحضن واسع ربما على ثلث الإطار، ثلثين كان سيصبح النصف وأعلى، وربما يكون الإطار ككل. هذه يعني يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن النحل يجب أن يكون خالي من الأكروسات والآفات والأمراض. النحل فيه مرض معين، بغض النظر عن هذا المرض، لو قمت بتقديم بديل لهذا النحل أو قمت بإرساله إلى مرعى طبيعي لن يتطور كما أنت تريد. لماذا؟ لأن المرض الموجود في هذا النحل يعيق من تقدمه إلى الأمام، لا بالعكس سيؤدي إلى انهيار هذا النحل، ربما لا ينهار في لحظة وجوده في هذا المرعى أو أثناء الرعاية له، ولكن سينهار فيما بعد، لأن هذه الآفات ستورث لديه الأمراض وتنقلها من حشرة إلى أخرى وتنتقل في كافة أرجاء الطائفة، مما يؤدي إلى الفتك بهذه الطائفة وربما انهيارها تماما. فالموضوع أخي الكريم والإخوان جميعا هو تعود في الأصل إلى فنيات النحال التي يستخدمها في إدارة المناحل. نحن عندما نقول تربية النحل وإدارة المناحل، يعني النحال يقع عليه النصف من عملية الإنتاج، والنصف الآخر و25% على النحل و25% على المراعي، وربما أقل، تتفاوت هذه النسب من إلى، لكن نحن نتحدث كسواد أعظم. الآن إذا أردت أن أدخل موسم معين، يعني أريد أن أدخل موسم الربيع، موسم الحمضيات، وأقوم بتجيش النحل أصلا في فترة الشتاء وأتركه يدخل النحل كثيف، ربما 10 إطارات 9 إطارات حتى نستطيع من عبور فصل الشتاء، ويتم تجيشه في فترة مبكرة حتى نستطيع استغلال موسم الحمضية. الآن أريد استغلال موسم الجبلي، أقوم بنقل النحل كثيف، الآن في فترة انقطاع حبوب اللقاح هي فصل الصيف في بعض المناطق، وبعض المناطق متوفر فيها حبوب اللقاح والرحيق، هذا يعتمد على ترحال النحل. الآن فترة الانقطاع ككل، نحل ثبت في مكانه لم يتم ترحيله، ولكن هناك موسم قريب، يعني موسم الصدر، أريد أن أضع النحل عليه، أقوم بتجيشه قبل ذلك، يعني لا أقطع التغذية عن النحل، أقدم التغذية في برنامج دوري للنحل أو للخلايا التي معدت لوضعها على هذا الموسم حتى أستطيع الاستفادة منها. وأعيد وأكرر بأن النحل يجب أن يكون نسبة النحل السارح في هذه الخلايا أعلى من نسبة النحل الحاضر، حتى تكون الواردات تغطي الاستهلاك اليومي ويفيض عن حاجة النحل ويقوم بتخزينه. أما الواردات قليلة، النحل لن يخزن من شيء، يعني سيذهب إلى تغذية نفسه وتغذية اليرقات واستخدامها داخل الخلية، ربما لخفض درجة الحرارة أو ربما لرفعها. حياك الله أخي الكريم وحيا الله بالجميع.